أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الحادي عشر. في هذا الفيديو سنقوم بتسليط الضوء على بعض النقاط والمحاور التي ستلزمنا في تحليل قصيدة المساء. كونوا معي. وكما يظهر أمامكم، عندما نقول تعريف بشاعر فلا بد أن النص سيكون شعر، قصيدة، أبيات. هذا هو الشاعر خليل مطران، الشاعر اللبناني. تنقل بين بيروت وأنقرة وباريس، استقر في مصر. كان يلقب بشاعر القطرين، أي مصر ولبنان. هو قائد ورائد المدرسة الرومانسية في الشعر العربي المعاصر. من أكثر ما يميز شعره بالصدق الوجداني، الأصالة العربية، وله ديوان مطبوع يسمى ديوان الخليل. هذه القصيدة كتبت في قصة حب فاشلة عام 1902. بالطبع هذه القصة أثرت على شاعرنا فمرض على أثرها، فأشار عليه أصدقاؤه بالذهاب إلى الإسكندرية للاستشفاء، العلاج من مرضه النفسي والجسدي، حيث هناك هواء البحر وسحر الطبيعة. لكنه لم يجد ما كان يرجوه، فقد تضاعف ألم الفراق لحبيبته التي تركها في القاهرة، وألم به المرض. وخرج ذات يوم قبيل الغروب، وقف بشاطئ البحر حتى حلول المساء، ورأى كيف فضى الليل وكيف جاء الليل ليقضي على حياة النهار، فتخيل أن هذا الحب سوف يقضي على حياته كما قضى الليل على النهار، فانفعل بهذا الموقف وكتب هذه القصيدة. دعونا نرى ما هي أبيات هذه القصيدة. داء ألم فخلت فيه شفائي، من صبوتي فتضاعفت برحائي. يا للضعيفين استبدى بي، وما في الظلم مثل تحكم الضعفاء. قلب أذابته الصبابة والجوى، وغلالة رثت من الأدواء. والروح بينهما نسيم تنهد، في حالي التصويب والصعداء. والعقل كالمصباح يخشى نوره كدري، ويضعفه نضوب دمائي. هذا الذي أبقيته يا منيتي، من أضلعي وحشاشتي وذكائي. إني أقمت على التعلة بالمنى، في غربة قالوا تكون دوائي. إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها، أيلطف النيران طيب هوائي؟ أو يمسك الحوباء حسن مقامها، هل مسكة في البعد للحوباء؟ عبث طوافي في البلاد وعلة، في علة منفاي لاستشفائي. شاك إلى البحر اضطراب خواطري، فيجيبني برياحه الهوجاء. ثاو على صخر أصم، وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء. يا للغروب وما به من عبرة للمستهام، وعبرة للرائي. ولقد ذكرتك والنهار مودع، والقلب بين مهابة ورجاء. وكأنني آنست يومي زائلا، فرأيت في المرآة كيف مسائي. الآن الإضاءة. الأبيات من 1 إلى 5 يتحدث الشاعر عن مرض ألم به، ويظن أن ألم المرض يشفيه من ألم الحب، ولكن عذابه يزداد، فيشتكي القلب
والجسد حزنا وألما، فهما ضعيفان في غمرة الحب والمرض، يضارعان هذا وذاك، فلم يبقى على قيد الحياة روح واهنة من حزن أعمى القلب ومرض هد الجسد. وبسبب هذا يصعب على الشاعر أن يرى الأمور واضحة. الأبيات من 6 إلى 9. يأخذ الشاعر بنصيحة أصدقائه فينتقل إلى الإسكندرية طلباً للاستجمام والراحة، فالهواء العليل والطبيعة الجميلة قادرة على مساعدة الجسم ليستعيد صحته، إلى أن الفراغ أشعل نيران الحب في قلبه وأشعل اللوعة في داخله، فتزداد حالته سوءاً حين يجتمع عليه حمى المرض وحمى الحب ليضعف جسده مرة أخرى. الأبيات التي تليها: يقف الشاعر على شاطئ البحر شاكيا له مشاعره واضطراب أفكاره وآلام نفسه، فهنا يغمغم المساء دون كلام واضح، فتزداد حيرة الشاعر وحزنه، يتمنى لو يشتد قلبه ويصبح صخرا، وعندما يشعر بالألم يجتاح جسمه، يلف السواد نظره وتذبل روحه ويأكل المرض ما تبقى من صحته. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بمناقشته ودراسته خلال الأسبوع 11. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.